عليكم على الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. نعاود نبارك لكم سنه سعيده، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزق والهنا، وتبدا الاحوال يبدل عليكم ان شاء الله ربي الحال بالحال، يعطيكم ما احسن وما افضل، وكاع اللي كنتو كتمنوا كل المتمنيات ديالكم اللي ما تحققات لكمش تحقق لكم ان شاء الله في هذه السنه الجديده. شكرا لكم على التعليق الزوينه، على الدعم، على المسانده. الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا، والله يجيبنا في الصواب. هذا الفيديو الغزالات مهم بزاف، وخاصه بالنسبه للاخوات اللي كيجربوا جميع الطرق لتنزيل الدوره الشهريه وحلفات، لا بغات تنزل لهم هذه الدوره. والله العظيم راه كنقرا بعض التعاليق، كاين اللي كتقول لك ما خليت ما درت، ما خليت فين مشيت، لا عشوب نفعو، لا دواء طبيب نفع، لا حتى حاجه ما نفعت معايا. مهم الغزالات، ان شاء الله باذن الله الحل اللي غيبقى بالنسبه لهذه الفئه ديال العيالات اللي داروا كل شيء وما جابش الله وما نزلت لهمش الدوره الشهريه، الحل اللي بقى لهم هو الحجامه. كنوصيكم بالحجامه. الحجامه راه وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، كتخرج جميع السموم اللي كتكون في الجسم. يعني يا سبحان الله، حنا النساء ربي رحمنا بالحيض، لان الحيض راه هي بمثابه الحجامه. حنا عطيها لنا الله سبحانه وتعالى، كتنزل مره في الشهر او مرتين، كاين اللي كتنزلها مرتين في الشهر هكاك بوحديتها، كتنظف الرحم، كتنظف الجسم، كاع ديك السموم اللي في الجسم كتنزل مع هذيك الحيض، زياده على انها اللي بغات الذريه الصالحه فضروري خص تكون الحيض. فكما قلت لكم، ف سبحان الله الدوره بحال الحجامه، وحنا عطيها لنا ربي من عنده، يا سبحانك يا جليل رحمته واسعه، رحمنا في دار ربي. فداك الشيء باش كنوصي النساء اللي فوق الخمسين سنه وصافي تقطعات عليهم الدوره الشهريه، فيبقاو مره في الشهر يديروا هاد الحجامه، لان باش تنظف لهم الجسم من داك السموم ومن داك الامراض اللي كتكون داخل الجسم. فبالنسبه اللي متاخر عليها الدوره الشهريه، فحاولوا ديروا الحجامه، وغديروا الحجامه، وان شاء الله مجرد ما تخرجوا من المركز ديال الحجامه او في اي مكان مشيتوا درتوا فيه الحجامه، كاين مراكز اللي كيديروا دابا، راه الدنيا تطور وكل شيء تطور والاعشاب كل شيء تطور، كاين مراكز ديال الحجامه، فغحاولوا تمشيو ديروا الحجامه. فمجرد ما غتساليو وغادي تخرجوا من المركز ديال الحجامه، غادي تخرجوا بالدوره وهي نازله. مجرد ما غتساليو الحجامه غادي تنزل لكم باذن الله الدوره الشهريه، لانها كتنزل الدوره الشهريه، لانها كتمتص هذيك الكؤوس ديال الحجامه اللي كيديروا داك الدم اللي كيخرج، فصافي تيخرج معاه جميع الامراض وجميع السموم وجميع المشاكل، الحاجه الخايبه اللي كتكون في الجسم فكتخرج مع هذاك الدم ديال الحجامه، فبالتالي غادي تنزل لكم الدوره الشهريه. بالنسبه للدوره الشهريه فين كتكون المكان ديال الحجامه، فتتكون اسفل البطن، يعني جهه الرحم، منطقه الرحم كدار اسفل البطن، وكدار اسفل الظهر. هادو هما الاماكن اللي يمكن للسيده اللي بغات تنزل الدوره الشهريه انها دير فيهم الحجامه. وواحد القضيه بالنسبه للاخوات اللي تيقول لك لا 40 سنه صافي مشات الدوره، او لا صافي 50 او لا 48 ما بقات حيض، صافي مشات، صافي لا، عطيو لراسكم طاقه ايجابيه، تفائلوا خير. ما تقوليش انني صافي 48 او لا 42 او لا، كل شيء عند الله قريب، والله ربي الا بغى شي حاجه اراد امرا كن فيكون. يعني ما تقطعوش الامل ديالكم، ما تقطعوش الياس ديالكم، الاستغفار، الدعاء، وان شاء الله ربي كيدير غير اللي فيها الخير. فبالنسبه انا الاخوات اللي كتقول لك 40 سنه وكتقول لها الطبيبه ان صافي جاك سن الياس المبكر ولا سن الياس، صافي ما تعاودش تجيك الدوره، فهنا كنقول لها لا، يعني 40 سنه مازال تسترجعي الحيض ديالك
ديروا هاد الحجامه، مازال تسترجعوا الحيض ديالكم، خاصه اللي باغا تفرح بالذريه الصالحه. ف 40 41 42 راه مازال يعني تحبلوا تسترجعوا الحيض وتحبلوا. انا لقيت تعليق ديال الاخوات اللي تيقولوا لي اختي انا عندي 52 عام ومازال كتنزل لي الدوره الشهريه، تعليق تحت تعليق، اختي انا عندي 51 عام ومازال كتنزل لي وعندي منتظمه، انا عندي 50 سنه ومازال منتظمه. واحد الاخت قالت لي انا الام ديالي مشات ليها على 60 سنه، يعني 60 سنه عاد مشات ليها، يعني في 56 و55 و58 كانت باقا فيها، يعني صافي 60 سنه. هنايا راه يكذب عليكم الكذاب يقول لكم باقا تنزل شي حيض الا بقدره الله، يعني هنا 60 سنه انا ما نجريش انا باش تنزل لي الدوره الشهريه. 60 سنه الله يجعل بركه، يعني راه وصلت ل 60 سنه راه ما شاء الله. علاش؟ لان هاد الناس اكثريه كما كنقولوا حنايا بالدارجه عندها الوالده سخونه، كنقولوا ديك السيده والدتها سخونه، يعني الرحم ديالها ساخن باللغه العربيه، عندها الوالده سخونه، كتلقاها ان اللي كتكون عندها الوالده سخونه كتكون ولاده، كتولد كنقولوا لها بحال قنيه مثل الارنب، كتولد كل سنه ولا كل سنتين ها هي والده، كل سنه كل سنتين ها هي والده. كاين اللي بحبوب منع الحمل وكتحبل، يعني كتشرب الحبوب وربما ينساتهم مثلا حبه واحده او ما كيبقاوش يقبطوا فيها، يعني ما صافي وكتحبل بحبوب. وانا كنعرفهم يعني سيدات وحبلوا وهما كتاخذ حبوب منع الحمل وحبلات. كاين اللي كتلقى عندها الولد عنده 7 سنين، الاخر عنده 6 سنين، الاخر عنده 5 سنين، الاخر عنده 4 سنين، الاخر عنده، يعني تيكونوا واحد تابع واحد ولاد الغيال، يعني كتكون عندها الوالده سخونه. النساء اللي كتكون عندهم الوالده سخونه هما الناس اللي كيتعاطوا بزاف للاعشاب، العيالات اللي تياكلوا بزاف الحلبه، الرفيسه بالحلبه، كياكلوا العشوب بزاف، كياكلوا هذيك الحرشه كما تيقولوا المدهوسه، كتكون بفليو بالعشوب وبهذه المرسيطه، كتكون بالزعتر الزيت بلديه، كياكلوا هادشي بزاف، كيشربوا يعني حتى الشاي اللي كيبغوا يشربوه كيكون فيه السالميه المريميه. كنعرفوا ان كاين داك الشاي كاين اللي كيعمروا لقامه ديال الشاي، او يعني ما كيديروش غير اتاي الشاي والنعناع فقط، فكيديروا السالميه المريميه المرد الدوش، يعني كيعشبوا هذاك الشاي. فهاد النساء اللي كيكونوا مدخلين هاد الاعشاب في الحياه ديالهم وفي الاكل ديالهم يوميا تيكون عندهم الرحم او الوالده تتكون عندهم سخونه، فبالتالي فتتبقى لهم الدوره الشهريه، يعني ولو 50 ولو 60 سنه وكتبقى لهم الدوره الشهريه وكتكون لهم منتظمه وكيكونوا تيحبلوا بزاف. المهم الغزالات كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يفيدكم، فنوضوا ديروا الحجامه وان شاء الله يكون خير. دمتم في رعاية الله وحفظه، راكم ديما في القلب، أحبكم في الله. الفيديو آخر إن شاء الله كنموت عليكم.